ممكن اتكلم مع سيادتك بخصوص داليا؟ انتوا لقيتوها؟ الله، ما انت عارفه انها هربانه ايه؟ ما انا رحت القسم علشان اسال عليها، هم اللي قالوا لي على اللي حصل. فعلا؟ ممكن ندخل نتكلم في البيت؟ اتفضل. بستغرب على الناس اللي بتوقع نفسها في مصيبة. وبدل ما تطلع نفسها من المصيبة دي بتدخل نفسها في مصيبة أكبر. أنا عارف سيادتك إن داليا مظلومة، بس يا ريت تعرفيها إن اللي بتعمله ده مش في مصلحتها. لو سيادتك بتكلميها اصلا، عموما انا تحت امر سيادتك لو قصتي اي حاجه. فرصة سعيدة مدام. أنا عايزة أقلع النقاب. طب ما تقلعي. طب ما تنزل. أنت مش لابسة هدوم تحت النقاب؟ آه. إيه المشكلة؟ برضه انزل. ما تنزل. طب ما تلفي وشك. أنا مش باصصلك أصلاً. ماليش دعوة، بص للبحر، إديني ظهرك. يا حمودة، الشغلانة دي عايزة رجالة، حاسس إنها صعبة عليك؟ افتح لك كوافير حريمي وفكك مني. أنا اسمي تمام. السلام عليكم. الله 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 الله، ازيك يا باشا؟ السويس كلها نورت. ازيك يا متولي؟ ازيك يا دكتورة؟ أنت لسه فاكرني؟ يا نهار أسود، يا نهار أسود يا دكتورة، ده أنا أنسى الناس كلها وما أنساكيش. والله وبقيت معلم كبير يا متولي، والنعمة بانت عليك. يا باشا كله من خيرك. بقول لك يا متولي، أنا كنت عايزك في مصلحة كده ما حدش يعرف يخلصها غيرك. رقبت يا باشا. مين السنيورة؟ اسمها لميا توفيق عبد ربه. هي من هنا، من السويس. أهلها تقريباً في الكمانون. بس فين بالظبط مش عارف. عايزك تعسلي عليها وتجيب لي قرارها. 24 ساعة إلا ربع قرارها يبقى عندك يا باشا. ولا حمودة. أمرنا رئيس متولي. جري على عمك حبيش أقول له حضر وليمة حلوة، ها؟ قول له آخد أستاذ ومراته هنا. فريرة يا ريس. لا لا استنى. وليمة ايه يا عم؟ احنا لسه واصلين ومش لاقيين حتى مكان نقعد فيه. يا نهار اسود، يا نهار اسود، ده مكانك موجود ومتوضب بقاله اسبوعين ثلاثه. عيشت يا متولي، بس بقول لك ايه، عايزين مكان كده يكون متداري بعيد عن عيون الناس. موجود يا باشا، بس عليا الطلاق، عليا الطلاق. هنتحرك من هنا الا ما نتغدى سوا. ابو ذنبها ايه وليه بس؟ رحيم رحيم، هناكل يا رحيم، هناكل علشان المدام. اهو اهو ماشي. خير يا حلمي، عيب الحركة اللي انت عملتها دي يا ابو وردة. انت متعشم جامد، وانا مش ابن قصر. البنت ما تبقاش عايشة لحد دلوقتي. طب كويس قوي انها لسه عايشة. هو هشام غلط، ودي مش عايزة كلام، والغلط يتصلح. لكن احنا من امتى يعني بندخل النسوان في شغلنا؟ لما العيال يشتغلوا معانا. طب خرج البنت من الحسبة. انا اللي خرج، وانا اللي دخل يا حلمي، ولا ايه؟ وبعدين بسيط، تاهت ولقيناها. هات البضاعة تاخد البيت، ولا اقول لك هسهلها عليك. هات الواد هشام، اخد البضاعة بمعرفتي، وساعتها اسلمك البيت صح سليم. ما تصعبهاش يا ابو وردة، وخلينا نشوف لها حل. انا لو بصعبها كنت قلت لك هات رحيم يكلمني هنا، بس انا عارف
انتوا ما قلتلوش. ادي قلتها وبعضمة لسانك، ما قلنالوش، عشان لو كنا قلنا له كانت هتولع. تولع؟ انتوا ما قلتلوش عشان كان حياته ان هشام حي، لانه بيشتغل معايا. حلمي، انا عارف ان هشام ملوش يد في اللي حصل لاخويا، الله يرحمه، وإلا كنت دفنته حي. بس انا راجل ابن اصول وطيب، الواد اخوه ما كانش لاقي الا ده، كانش لاقي ياكل، خدته شغلته وخليته عيل من صبيان. طول عمرك ابن اصول ابو وردة. انا بقول سيب البيت وفلوسك عندي. انا شايل المراره من زمان وعملتها رزلة قوي، قدامك 5 ايام هتتصرفوا كان بيها، ما تصرفتوش، خدوا عزا البيت من اي جامع، ومش هتبقى لوحدها. ده اخر كلام عندك؟ اقعد زنات الوراثه، الواد كوبي بس من ابوه. يلا يا واد يلا. صلاة الله العظيم، صلاة الله العظيم. في ايه يا ست انت؟ مالك ومال الواد؟ قدك ده؟ مالك وماله؟ الواد نايم ومستريح، بق عاوز ايه؟ ايه جو البزازات اللي انت عايشه فيه؟ امه فين يا اختي؟ ترضعه طبيعي. ما هي في شغلها بقى، ربنا معاها. وبعدين هو حب البزازات خلاص. شغل ايه يا اختي؟ خليها تقعد في بيتها تربي ابنها. سايق عليك النبي تدعي لها يا حاج ترجع بالسلامة. بالسلامة؟ ليه راجع منين؟ من الحج؟ بلا قرف. وايه الحزن اللي انت فيه ده؟ افردي وشك شوية، ما تخليش الواد يشوفك كده، هتجيبي له اكتئاب، هتعقديه. هروح فين؟ ادخلي يا اختي المطبخ، عمال لنا اكل حلو راحت بطنه وجعته من اكل المحلات. وبنتك اخرها كوباية شاي، وريتها بتطلع عيدها بتطلع مسخة. امسك حفيدك اهو. بالراحة على الواد. سامي ايه حلو انت يا واد يا مجدع، يا واد يا بتاع عيلة السيوف يا جامد. خش يا اختي على المطبخ، خشي وفردي وشك. ست النكادية اكلها بيطلع وحش. يا وحش. حاضر. يا وحش يا امه، دي هتعضني باين، والله هتعضني. يا ساتر، تقلقش منها يا واد. ها؟ يا واد يا جامد انت، رحيم يا حلو. بقول لك يا واد، تيجي ناكل كوارع النهارده؟ حموده عمر يا ريس، نزل بقيه الاكل والايس بوكس ودخلهم جوه. فنيره عبد الله على السلامه يا باشا. الله يسلمك. دي بقى لمؤاخذه المكن الخصوصي بتاعك. لا لا انت فاهم غلط يا باشا. عيش يا باشا. بتولي. حموده هيجي لك كل 6 ساعات لو محتاج حاجه، وبعدين العربويه هنا كلهم تبعنا فما تقلقش. ها تعبتك معايا. مش كده يا باشا، سيبك براحتك بقى. اتفضل. اتفضل المفتاح يا باشا. مالك؟ هتستغرب لو قلت لك اني مبسوطة؟ لا، علشان انا كمان مبسوط قوي. هو متولي ده هيعرف يجيب لميا ازاي؟ لا متولي ده ما يغركيش منظره، ده اغنى راجل في السويس، بيشتغل في السمسرة، علشان بيحب قعدة الشارع والرغي مع خلق الله. زمان صورة لميا موجودة مع الزبالين والسواقين بوابين محصلين النور، مش بعيد على اخر اليوم ليه جايبها وجاي. تمام. انا جايب ايه هنا؟ ايه جعانة؟ ما عرفتش اكل هناك. طب يلا كلي بالهواء والشفا.
لحظة حلوة تتحول لذكرى، نحب بعض في وسط عالم كله عمال يكره. مين فينا مطمن لقدره ولا ضامن بكرة؟ تعالي نسرق لحظة حلوة تتحول لذكرى، نحب بعض في وسط عالم كله عمال يكره. مين فينا مطمن لقدره ولا ضامن بكرة؟ هو يوم في العمر حبيبتي ومن نفسنا، والمهم إننا مع بعض نعيش وقتنا. هو يوم في العمر حبيبتي ومن نفسنا، شكلهم حلو قوي. تفتكري مش ماسكني بيها ليه؟ يمكن يكونوا لسه متعرفين على بعض، او يمكن يكونوا متخانقين، او بيصالحها، او مش يمكن تكون علاقتهم حاجه تانيه خالص. زي ايه مثلا؟ يمكن يكونوا بيحبوا بعض بس الدنيا مش مدياهم اي فرصه يقربوا من بعض، فجم هنا بعيد عن عيون الناس.